السلام عليكم فضيالي، كاملين لاباس عليكم؟ الصحة مزيانة. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال رضاكم وقال الإعجاب ديالكم، وما تنسوناش من الدعم والتشجيع والمساندة. مرحبا بكم معايا اختي مرة أخرى، ملعب إم بطوطة أو ملعب طنجة الكبير. مرحبا بكم معايا بالقرية الرياضية، قرية الزيازن. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال رضاكم ويلقال الإعجاب ديالكم، وما تنسوناش يا اختي بالتعاليق الإيجابية و لي لايك ديالكم والاشتراكات ديالكم فضلا منكم وليس امرا. خليكم مع الفيديو باش ما نطولش عليكم، ونكون ضيفه خفيفه على القلوب ديالكم، وشكرا لكم مره اخرى. كما كتلاحظوا معايا اخوتي في هذه الجهه الجنوبيه كيفيكسيو داك القضيب الحديدي، كيبانوا يعني الناس ما كيخدموا. المهم اخوتي هذه هي الجهه الجنوبيه كما كتلاحظوا معايا، يعني تقريبا تم الانتهاء من جميع الأعمال، وكان كيركبو غير داك القضبان اللي كتبان يعني كبيرة يعني لداخل. ما كتلاحظو معايا خوتي وصلوا لهاد الجهة هادي في انتظار الانتهاء من جميع الجوانب ديال الملعب. كما كتشوفو معايا خوتي في الصورة، هذا هو المدخل الرئيسي ديال الملعب، يعني المدخل الشكل ديال المدخل. ملاحظة معايا الملعب الكبير طنجة، يعني واحد المكان اللي هو صراحة محاط بالطبيعة والأشجار. خليكم اخوتي مع الفيديو ما تمشيو في العموم. اخوتي دابا كنتمرجو في الجهة الشمالية، وكما كتلاحظوا معايا نقف امام جانب اللي تم التغليف ديالو. كما كتلاحظوا معايا كيفاش كيتم يعني التزيين، او كيفاش كيتراسيو يعني الغلاف الخارجي. على العموم هذا هو الجزء اللي تم يعني التغليف ديالو فقط، في حين يعني اتمام باقي الجوانب او باقي الملعب. كما تلاحظون معي اخواني الرواتب، كاين يعني الريح اليوم ما شاء الله صراحة، يعني الريح ما كيعاونناش. كما كتلاحظوا ايضا او كما تلاحظ معي في الصورة، يعني الطريقة ديال التغليف كيستعملوا واحد الشكل هندسي على شكل يعني مستطيل باش كيعطينا واحد الاضلاع متوازيه كما تلاحظون معي في الصوره. وكنتمنى ان الصوره تكون واضحه نظرا لبعد المسافه. وهذا هو الجانب، لاحظوا معي الجانب الاخر الشمالي، يعني لا زالت بعض الاعمال مستمره به كما تلاحظون. كيفاش كيشتغلوا به، ودائما الاستعانه بالرافعات من اجل يعني المساعده. طبيعة الحال لانهم كيخدموا على واحد الهلول اللي هو مرتفع، يعني في حدود يعني ديك 10 6 ولا 8 ديال المتر، وضروري من استعمال اله تساعدهم على اداء مهمتهم وعملهم. كتلاحظوا معايا داك الشكل الابيض عباره عن واحد المستطيل باش كيامنوا هاد الاضلاع المتوازيه. شي كيعرف ان الاضلاع المتوازيه كتكون يعني عندها نفس المسافه ونفس الاتجاه بالنسبه يعني للرياضيات، هما مستقيمان متوازيان لا يلتقيان. هذه هي الطريقه ديال العمل من اجل تغليف الملعب، ملعب ابن بطوطة او ملعب طنجة الكبير. كما كنتمنى دائما ان الفيديوهات ديالي يلقاو الاستحسان ديالكم، وكنتمنى انكم تدعموا القناة ديالنا فضلا منكم وليس امرا. ويوم يعني يوم السبت الساعة 5:30، يعني هذه الاعمال ديال يوم السبت. كما كتلاحظوا معايا من الصورة يعني من خلال الاشجار كاين الريح، وهذه هي الاجواء ديال تغليف ديال الملعب. ولا زالت الاشغال يعني مستمرة في ملعب ابن بطوطة. طبيعة الحال لان واحد الملعب هو كبير، واحد الصيغة عالمية، واحد الدور اللي هو مهم بين يعني الملاعب الوطنية اللي تحظى بواحد الأهمية خاصة، سواء تنظيم مباريات وطنية او دولية. على العموم هي الاشغال ديال يوم السبت كما كتلاحظوا معايا، يعني البوابة الرئيسية وهذا الجانب يعني الأعمال بالنسبة اليوم هو الجانب الشمالي. بالنسبة للجهة الأخرى لازالت الأعمال مستمرة إلى حين الانتهاء، أجل الحصول على واحدة النتيجة اللي هي إيجابية.
إيجابية ومفرحة في المغاربة حوالي الجمهور الرياضي خاصة. على العموم أخوتي كما كنتم معايا دائما يعني الأمل والعمل من أجل الحصول على نتيجة هي تكون يعني نتيجة مفرحة ونتيجة بطبيعة الحال مرضية للجمهور المغربي والجمهور الرياضي. المهم أخوتي دابا جينا للجهة الشمالية كما كتلاحظوا معايا زادت هنا جوج ديال الرافعات وحده نزلت مثلا غير وحده كما كتشوفوا معايا اخوتي بالنسبه للجهه الشماليه وبالنسبه للرافعه الثانيه يعني نزلت تشوفوا شنو غيخدموا. المهم بالنسبه للجانب الاخر كما كتشوفوا معايا يتم التغليف الخارجي بالنسبه لهذا الجانب هذا يتم الانتهاء من العمل بعد ما تم الانتهاء من تركيب الشبابيك كما تلاحظون معي في الصورة. هذا هو ملعب البطوطة ملعب رجل كبير ملعب زيادة كما كتلاحظوا معايا يعني كاين الريح هو بطبيعة الحال يعني هو على التركيز على التغليف الخارجي. اخوتي هذا الجانب هذا يعني الجهه الشماليه كما كتلاحظوا معايا كاينه يعني مجموعه من الرافعات رافعه ديال التغليف الخارجي كاينه الرافعه الثانيه والرافعه الثالثه كما كتلاحظوا معايا راها الفوق كيبان اللون ديالها ازرق وايضا كاينه رافعه الرابعه في هذه الجهه هذه يعني بالاضافه الى التركيب كيكون مثلا الاكسسوار ولا مهم بعد اللي كيكملوا عليها من بعد وباش كيحصلوا على واحد كيكون واحد العمل اللي هو متقون وعنده واحد يعني كيكونوا بواحد الطريقه عمليه ومتقونه وايضا كيتم يعني التاكد بحال كيكون واحد الكونترول ديال الفينال. هذه هي الجهه الشماليه اخوتي كما كتلاحظوا معايا مازال فيها القليل من الاشغال فقط من اجل الانتهاء بصفة نهائية. المهم هذه هو مركب او لا ملعب طنجة الكبير خوتي الجهة الشمالية هي هذه خوتي كما كتلاحظوا معايا لازالت بعض الاعمال يعني اللي هي صغيرة من اجل اتمام الملعب بصفة نهائية والاتجاه نحو التغليف الخارجي كما كتلاحظوا معايا خوتي ديالو كما كتلاحظوا معايا خوتي بقى يعني واحد رافعه وحده فقط تنهي الامان يعني باقيين كيركبوا بعض القطع الحديديه كما كتلاحظوا راه مسدسين عندهم يعني باقي تركيب بعض القطع الحديديه كما كتلاحظوا كاينه قطع حديديه اللي كتركب يعني على برا اللي كنشاهدوها وكاينه قطع اللي كتكون يعني من الداخل كما كتلاحظوا معايا خوتي. هذه هو العمل ديال اليوم السبت. المهم انا كنصور وكنشد بيدي كيبان لي وكيبان لي غير اليدين كيتمدوا غير سمحوا لي وصافي. المهم هذا هو الملعب كما كتلاحظوا معايا والاشغال مستمره يوم السبت 3/23 وخليكم وودعكم في رعايه الله وحفظه الى فيديو اخر ان شاء الله وجوله جديده ان شاء الله.